أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ بأهم العناوين. في صحيفة الزمن: انذار في قاعدة للجنود الأمريكيين قرب أربيل بعد حزمة صواريخ ضد مقر إيراني معارض. في صحيفة المدى: الناصرية تلاحق مجزرة الزيتون والشمري ونيران الفصائل. في العربي الجديد: تبادل اتهامات وإهانات في أول مناظرة بين ترامب وبايدن. نقرأ في عربي 21: الأمم المتحدة القرارات حول انسحاب أرمينيا من قرباخ قائمة. في الصباح العراقي: إلغاء الحجز الإلكتروني في الأحوال المدنية والإقامة والجوازات. عنونة القدس العربي: كردستان العراق يحمل الحشد الشعبية مسؤولية استهداف القوات الأمريكية في أربيل. نقرأ من الشرق الأوسط: الأمم المتحدة تطلب 15 مليار دولار فورا لشراء لقاح كورونا للدول الفقيرة. نبدأ من مقال الكاتب حسن مذكور في موقع الكتابات بعنوان: الأول من تشرين موعدنا. قال فيه: تشرين يشتمك المخمور بأمريكا ويطعنك المخمور بإيران، دعهم على قارعة الإحباط ولا تنس موعدنا بين لحظة الانفجار وسيادة القانون. دقائق أو ساعات وينجز الثأر عدالته، يعيد كتابة التاريخ فيغتسل وجه العراق من روائح البارود والغازات المسيلة للدموع. إنها اللحظة الفاصلة بين جيل جديد يفيض منه الضروري وجيل للهباء حمل نعشه وانصرف. غدا وليس بعده يا تشرين موعدنا في ساحات التحرير. يحتفل الشهداء هناك في ساحات التحرير، ما أجملهم بأسمائكم، نؤثث العراق ذاكرة جديدة. عاتبتني أمي يرحمها الله: لماذا يا ولدي عندما كنت شابا لم تكن مثلهم؟ خجلت من نفسي، ونيابة عن جيل معاق بماضيه كنت أنتمي إليه، لا نشبه بعضنا، مؤدلجين بالكراهية ولا نعلم لماذا، سواء أن هذا قومي أو ذاك يساري وثالثنا إسلامي، شديدو التبعية لخارجنا، فكنا مسؤولين عن وأد هويتنا، نتحاور بالشتيمة والتسقيط وبالذخيرة الحية في أغلب الأحيان، فخسرنا أنفسنا وخسرنا وطننا، لا وقت لنا للمراجعة، فاكتفينا أن نلعب أدوار التكرار والإعاقة، نريد مستقبلا لنا فيه حاضر. القتلة كانوا حشرات متوحشة، لا هي جراد ولا طير أبابيل، افترست الحقل، تقيأوا فسادهم وإرهابهم وقالوا عقائد، آمنا بالتخريف والشعوذات وشرائع التقدير وقلنا آمين. فقدنا فيهم ما كنا لنا، سافرنا خلفهم بلا سفر، فكان الجوع والجهل والإنهاك والإذلال متاعنا، فانسلخنا هناك عن ماضيهم المشبع بمعتقدات الإلغاء والتدمير، وهدفنا نريد وطن نسترجع فيه اسم الله والحق. إن الشهداء لن يموتوا، وكلما دارت الأرض عادوا معها أحياء يزرعون الساحات عنبرا ونخيلا وابتسامات بيضاء على ثغر الأمهات. يعيد الشهداء هتافهم الأول: نريد وطنا يعلمنا الانتماء إليه ويعلمنا الولاء. إن تشرين ذكرنا بما نسيناه، ذكرنا كيف نقرأ نوايا المحتلين ونعرف مكائدهم. موعدنا في ساحات التحرير لنقرأ وصايا الشهداء. أضاف الكاتب: فلنقرأ وصية الشهداء في أن نكون كما يجب علينا أن نكون. حررنا منا ومن ماضينا، نحن جيل خسر الرهان فباع الأرض، نريد أن نشفى منا ومنهم، ويشفى العراق من عاهات التلوث العقائدي وشرائع الاغتيال والقنص والخطف وثقافة الاحتيال. بغداد أرملة التاريخ ونحن الأيتام يا تشرين، وأنت الموعد والانتظار في ساحة التحرير، وأنت الحلم والأمل والنفس الأخير متمرد في رئة العراق.
إن تضحيات الشهداء والجرحى قد أحدثت تغييرات مهمة في المشهد السياسي العراقي، تمثلت في إسقاط حكومة عبد المهدي وإجبار مجلس النواب على تشريع عدد من القوانين التي تلبي مطالب المتظاهرين، كتغيير قانون الانتخابات الذي تحاول بعض الكتل الالتفاف عليه والعودة إلى القانون السابق الذي فصل على مقاسها، وهي التي وافقت على تغييره تحت ضغط انتفاضة تشرين وتحاول التنصل منه بعد أن خفت كثافة التظاهرات وأدت أيضا إلى تغيير مفوضية الانتخابات بأخرى. هذا ما كتبه سامي الزبيدي في مقاله بصحيفة الزمان بعنوان عام مضى والقتلة منفلتون. في أغلب دول العالم عندما تحدث جريمة قتل أو خطف أو حتى سرقة لا تمر 24 ساعة إلا ويتم الوصول إلى الجناة، وهذا يعود لعوامل عديدة في المقدمة منها مهنية القوات الأمنية وخبرتها وتجربتها وعدم تسييسها وولاء قادتها وضباطها لأحزاب وكتل متنفذة وكفاءة أجهزة استخباراتها ومعلوماتها ووجود كاميرات المراقبة في أغلب شوارع المدن ومناطقها. إلا في العراق فجرائم القتل والخطف والسطو المسلح تسجل ضد مجهولين ما عدا بعض الحالات النادرة. ولو استذكرنا جرائم القتل الوحشية والخطف وعمليات الاغتيال التي جرت في وضح النهار وفي مناطق مزدحمة كتلك التي جرت في البصرة وبغداد وذي قار وميسان وغيرها من المحافظات، والتي طالت المشاركين والناشطين وحتى الناشطات في انتفاضة تشرين منذ اندلاعها في العام الماضي وإلى أيامنا هذا، والتي سقط فيها أكثر من 700 شهيد و30 ألف جريح، منهم 10,000 أصيبوا بعوق دائمي وعشرات المختطفين. ومع هذه الأعداد المهولة لم يتم تحديد الجهات التي نفذت جرائم القتل، سواء التي تمت بواسطة القناصين أو من خلال الرمي المباشر بالأسلحة المختلفة وقنابل الدخان أو بالهجوم بعجلات تحمل مسلحين على ساحات التظاهر والاعتصام، ولم يتم التوصل إلى منفذي عمليات الاغتيالات والخطف وحرق خيام المعتصمين المتكرر وكل مرة تنسب إلى جهة. أضاف الكاتب: لو قدر لهذه التظاهرات الاستمرار في العنفوان نفسه الذي بدأت به ولم يأفل بسبب جائحة كورونا لكان المشهد السياسي في العراق وضع آخر. والمؤشرات الحالية وتصميم متظاهري تشرين على السير في طريق الانتفاضة والثأر لدماء الشهداء والجرحى حتى تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها تبعث الأمل في النفوس بنفوس العراقيين الذين يريدون التخلص من هذه العملية السياسية المشوهة ومن الأحزاب الفاسدة والفاشلة التي دمرت البلاد والعباد وأحرقت الأخضر واليابس. العراق المنتفض سلمية، هذا عنوان مقال للكاتب عمار السواد في صحيفة العربي الجديد. جاء فيه: ما تحقق من الحراك الشعبي ليس ذهاب عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء ومجيء مصطفى الكاظمي، وإنما هناك ما هو أعمق، إنه التحرر إلى مدى كبير من الدوافع السياسية والمذهبية التي استخدمها ساسة منظومة النهب بحسب تعبير الكاتب. فحين قتلت القوات الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ورفيقه العراقي أبا مهدي المهندس، لم يؤثر ذلك جذريا فيما يحصل على الأرض، على الرغم من أن أغلب الموجودين في الساحات هم بشكل أو بآخر يشابهونهما مذهبيا. في الأول من تشرين الأول عام 2019 انطلق العراقيون في مظاهرات تحولت إلى ما يشبه الانتفاضة وتواصلت على الرغم من مقتل ما يزيد عن 600 شخص بحسب منظمة العفو الدولية، سواء عبر اغتيالات لم تتوقف أو مواجهة الجموع بالرصاص الحي واستخدام غير محترف للقنابل المسيلة للدموع، أو عن طريق الهجوم غيلة على المتظاهرين من ميليشيات كتائب حزب الله في مقدمتها. ويثير الانتباه أن تاريخ الاحتجاجات بدأ مع شروع القوات الأمريكية في الانسحاب، وكانت مظاهرة الكهرباء في البصرة عام 2009 لمحتها الأولى،
إلا أن البداية الفعلية هي حراك بغداد لن تكون قندهار عام 2010، ثم المظاهرات المستجيبة لحراك الربيع العربي في فبراير شباط عام 2011 واحتجاجات عام 2015 الواسعة، والتي هزت أركان العملية السياسية العراقية، والحراك في تسلسله لم يندفع إلى استخدام السلاح قط، لم يحمل البنادق، ولم يشكل ميليشيات في مواجهة الميليشيات. نعم، شهد بعض الممارسات العنيفة مثل الحرق ومحاولات اقتحام المباني الحكومية بالقوة وتدميرها ونصب المشانق تعبيرا رمزيا، غير أنها مستويات طبيعية في مواجهة البطش، ورغم أن بعض الأصوات نظر إليها في أوساط كثيرة باعتبارها جهات منتفضة، فإن شبان الانتفاضة وفتياتها حافظوا على جلد وصبر لا يشبهانهم في أعمار يتحكم فيها إيقاع الصبا المندفع. أضاف الكاتب: بالطبع، فإن طول مدة الحراك وتطور خطابه ونمط تفكيره يوازيه تطور في طريقة القمع وأدوات السلطة الظل وميليشياتها، إلا أن الحتمية أن تلك السلطة لم تتطور فكريا ولا في فهم الوقائع، وإنما طورت رؤيتها في القمع، ما يجعل مصيرها مشابها لمصير أي دكتاتورية محدودة التفكير مع عدم محدودية أدوات البطش. ويبقى التحدي الأكبر متمثلا في قدرة المرحلة المقبلة من التظاهر على مواصلة نسقها السلمي بعيدا عن مساعي المستدرجين. المناظرة التي غلبت عليها المناسنات والمقاطعات لم تتح فرصة لنقاش كل القضايا، وكان رأي كثير من المعلقين أن أي من المرشحين لم يحقق اختراقا يذكر، وبالتالي فإن معسكر بايدن ربما يرى أنه كسب الجولة لأن ترامب لم يقدم ما يجعله يكسب قواعد جديدة أو يستعيد الجمهوريين الساخطين الذين انفضوا عنه. وهذا ما جاء في مقال للكاتب عثمان مرغني في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان المشاجرة الرئاسية والحسرة الأمريكية. 90 دقيقة من الفوضى في عام كارثي، هكذا لخص صحيفة نيويورك تايمز المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه في انتخابات الرئاسة المرشح الديمقراطي جو بايدن. أحد معلقي شبكة CNN وصفها بأنها كانت فوضى ملتهبة داخل حطام قطار وسط حريق القمامة، بينما عدها معلق آخر أسوأ مناظرة على الإطلاق. أما روبرت جيبس المتحدث الصحفي الأسبق باسم البيت الأبيض إبان إدارة باراك أوباما، فقد اكتفى بالقول إن ما شاهدناه لم يكن مناظرة بل مشاجرة. هكذا كانت معظم التعليقات على المناظرة التي تحولت منذ الدقيقة الأولى إلى ما يشبه ملاكمة الشوارع بلا قفازات وبالكثير من التلاسن والتجريح، الذين جلسوا لمتابعتها أملاً في سماع مناقشة للسياسات أو عرض الخطط في كيفية إخراج أمريكا من أسوأ أزمة اقتصادية ومواجهة جائحة فيروس كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 200,000 أمريكي، أو معالجة الانقسام المجتمعي الحاد وحركة الاحتجاجات على العنصرية وعنف الشرطة. أصابهم الإحباط لأنهم لم يسمعوا شيئا كثيرا من هذا، كل ما سمعوه كان جملا متقطعة ومقاطعات مستمرة في عرض أشبه إلى الهرج والمرج، منه إلى مناظرة بين رجلين سيختار الناخبون أحدهما رئيسا لأربع سنوات في الانتخابات التي لم يتبقى عليها سوى 32 يوما، فالمناظرة المحبطة عبرت عن حال أمريكا. وأضاف الكاتب: الواقع أن المناظرة المحبطة بكل المعايير كانت تعبيرا عن حال أمريكا في اللحظة الراهنة، فوضى سياسية وانقسام وعجز وتوتر ومشاحنات. الأخطر من ذلك أنها أعادت تذكير الناس بمخطط الرعب المحتمل بعد أن لوح ترامب مجددا بأنه قد لا يقبل بنتيجة الانتخابات إذا لم تكن في صالحه، وسيلجأ إلى المحكمة العليا للطعن فيها.
الرئيس ترامب يبدو أنه مستعد لتقويض النظام السياسي بتشكيكه في نزاهة الانتخابات التي قال مرارا وتكرارا إنها ستكون أكبر تزوير في تاريخ الولايات المتحدة. كتب جمال سحالقة في صحيفة القدس العربية أن المعادلة في غاية البساطة، وهي أن مواجهة المحتل والمستعمر أهم من الصراعات الداخلية، ولكن وحدة الصف أفرغت من مضمونها، فالكل ينادي بها ولا أحد يلتزم بها. الكل يقول صباح مساء مصالحة مصالحة ولا مصالحة. تصدر البيانات ويستبشر الناس خيرا بإنهاء الانقسام، وبعد مدة قصيرة تخذل الأحلام وتتبدد الأوهام. لقد شبع الشعب الفلسطيني من خيبة الأمل، وسئم من كلام من دون رصيد، عن وحدة من دون تنفيذ. يعيش الشعب الفلسطيني حالة فريدة من التجزئة ومنع التواصل بين أجزائه المختلفة، ويفرض عليه هذا الواقع من قبل الكيان الصهيوني الذي اعتمد سياسة تفتيت الفلسطينيين كاستراتيجية مركزية للهيمنة الكولونيالية على فلسطين وشعبها. هذه التجزئة هي صورة المرآة للنظام الصهيوني الذي خصص لكل قسم من الشعب الفلسطيني نظاماً فرعياً خاصاً له، مكوناته القانونية والحياتية عبر هيمنة واحتلال وتقييد حرية الحركة والتواصل. هكذا يجري عزل أهلنا في غزة عن بقية الشعب الفلسطيني وعن العالم كله، ويفرض عليه نظام السجون الذي يلعب الكيان الصهيوني فيه دور السجان. وهذا نظام من اختراعه، ولا يوجد له مثيل في العالم. ويعاني شعبنا في القدس المحتلة من حالة انفصال عن غزة والضفة والشتات، ويقع تحت نظام ضم وتهويد. أما في الضفة الغربية فهناك تقييدات للحركة والتواصل بين مناطق الضفة ومع غزة والقدس والداخل والشتات، والنظام المفروض عليها هو نظام احتلال استعماري عنصري. وفي الداخل الفلسطيني يعيش الناس في ظل نظام التمييز العنصري الكولونيالي، وبعزلة تامة عن غزة والشتات، ويعاني من تقييدات شديدة على التواصل والزواج من أبناء وبنات بقية الشعب الفلسطيني. وهنا يصبح استمرار الانقسام الفلسطيني خطراً داهماً وخسارة للجميع، للشعب وللقضية. وأكد الكاتب: حتى لو خذلنا مرة تلو أخرى سنظل ننادي بالوحدة الوطنية، فهي مفتاح الطريق وبوصلته نحو التحرر ونحو تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين. وهي برأيي، أي برأي الكاتب، ستأتي عاجلا أم آجلا، سواء أرادت القيادات ذلك أم اقتيدت إليها مرغمة. وإذا لم يحدث ذلك، فلا مفر من استبدال قيادة جديدة بها تقود نحو وحدة وطنية ونضال فعال لتحقيق العدل لشعب فلسطين الذي يستحق العدل. في صحيفة ديمندنت عربية ذكر الكاتب باتريك كوبرين أن الخلل الحقيقي الذي يستحيل ربما تصحيحه في هذه المرحلة المتأخرة يكمن في أن الحكومة تعاني عجزا عمليا مزمنا، على خلاف شعارها الناجح في الانتخابات العامة أصبحت لا تعرف ببساطة كيف تنجز الأمور. ففي محاضرة له الأسبوع الماضي ذكر السكرتير السابق لمجلس الوزراء غوس أودونيل أن جميع المؤشرات ذات الصلة تظهر أن أداء حكومة جونسون في التعامل مع الوباء كان أسوأ بكثير من أداء الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي. لا ينجح قمع الفيروس إلا إذا كان القضاء عليه شبه تام، وكان هناك نظام فعال للعثور على الحالات الجديدة واختبارها وعزلها. ومن الواضح أن بريطانيا ليست واحدة من الدول التي يمكنها القيام بذلك بنجاح، فقد سببت لنفسها أسوأ السيناريوهات من خلال فرض إغلاق عام كان كافياً لتدمير الاقتصاد، ومع ذلك لا تزال غير قادرة على السيطرة على الفيروس. وفي الواقع لم تستوعب بعد خطورة هذه الكارثة في بريطانيا، لكن مقدار الفشل أصبح لا جدال فيه. وقد أنشأت الحكومة صرحاً هائلاً من الإجراءات وأنظمة الطوارئ، لكن تجاهلها يتم بشكل متزايد،
فلا يخضع سوى 18% من المصابين بأعراض فيروس كورونا للعزل الذاتي، في حين أن 11% فقط من المخالطين يمتثلون لتعليمات البقاء في المنزل وفقاً لمسح شمل 32 ألف شخص قامت بتكليفه وزارة الصحة. وبعبارة أخرى، أصبحت بريطانيا مثل كثير من البلدان التي أنجزت تقارير حولها في الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي السابق، حيث يلتزم الناس شكلياً فقط القواعد الرسمية. ولقد كان محزناً ومخيفاً أيضاً مشاهدة بوريس جونسون أثناء خطابه للأمة يوم الاثنين وهو يتظاهر بمحاربة الوباء المنتشر من خلال تعديل ساعات العمل في الحانات والمطاعم وتجديد القواعد الخاصة بارتداء الكمامات، وتبقى دينامية الأوبئة من حيث انحسارها وتمددها المميت معقدة وعصية على التنبؤ. أضاف الكاتب: تزيد الوفيات الإضافية المسجلة في بريطانيا هذا العام البالغة 65,700، تزيد 4 أضعاف عن ألمانيا وضعفين ونصف عن فرنسا، وتتجاوز عدد الوفيات الإضافية في إيطاليا وإسبانيا. ذكر أودونيل أن الحكومة كانت في وضع رجال الإطفاء الذين يخمدون النيران بعد بدئها لمدة طويلة، ولكن في الواقع كانت الحكومة في حالة ذعر بسبب تخبطها وعدم كفاءتها. هناك كثير ما يدعو إلى الذعر. حول 22 فنانا بنميا سترات أطباء إلى أعمال فنية ستطرح للبيع في مزاد علني يخصص ريعه لشراء معدات طبية من أجل دعم جهود التصدي لوباء كورونا. وقال خينارو رودريغيز الذي رسم على القميص أشكالا هندسية وتصاميم عضوية فاقعة الألوان على خلفية بيضاء، قال: إن الأمر أشبه بطلاء لبطل خارق، وأنا أستخدم عادة لون الرمادي للخلفية، لكنني تركتها بيضاء هذه المرة رمزا للأمل. وقد حول الفنانون 24 سترة لأطباء وباحثين يتقدمون الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة إلى أعمال فنية ستطرح في مزاد على الإنترنت من الأول إلى الرابع من شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي. وكل سترة تحمل اسم صاحبها، وتلك التي افتتن بها رودريغيز كانت ملكا لفوليا فيرغارا رئيسة قسم العناية المركزة في مستشفى سانتو توماس العام في العاصمة. وعندما رأت الطبيبة فيرغارا سترتها الجديدة تبادرت إلى ذهنها سترة سوبرمان، مؤكدة أن سترة الطبيب هي كالمشمل تحميه وتعرف به. ولا يخفي رولو دي سيداس وهو فنان آخر شارك في المشروع تأثره قائلا: لم تكن أي قطعة أخرى قد عملت عليها لتحويلها إلى تحفة فنية تكتسي هذا الدور وهذه الرمزية الكبيرة. والسترة التي كانت أيضا ملكا للطبيبة طليت بالأخضر باللون الأخضر ورسمت عليها ملامح امرأة مستوحاة من الفولكلور البنمي. وأخبر الفنان بأنه كان يتخيل صاحبة السترة تركض من غرفة إلى أخرى في أروقة المستشفى لمعالجة مرضى كوفيد 19. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.